بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أصدقائي وأحبابي في قناتكم فارس البرمجيات على اليوتيوب. حضرتك إذا كنت شاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل منشوراتنا الجديدة. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس خاص بطلاب الثانوية العامة. موضوع درسنا النهاردة محضر عدم التمكين من أداء الامتحان الإلكتروني لطلاب أولى ثانوي. محضر عدم التمكين من أداء الامتحان الإلكتروني لطلاب أولى ثانوي. زي ما انتم شايفين كده جاب الخبر من على موقع مصراوي للمصداقية طبعا، وشايفين التاريخ بتاع نشر الخبر. نتناول مع بعض موضوع الخبر دوت وايه اللي بيتضمنه الخبر دوت، لان الخبر دوت مهم. حصل مصراوي اللي هو موقع مصراوي على صورة من محضر عدم تمكين الطالب من اداء الامتحان الالكتروني المقرر ان يوقعه طالب الصف الاول الثانوي في حال عدم تمكنه من اداء امتحان نهاية العام من خلال جهاز التابلت الخاص به. يعني موقع مصراوي جاب صورة من المحضر اللي هو بيتحرر في اللجنة لو الطالب هو بيأدي الامتحان معرفش يأدي الامتحان. طب أداء يعني طبعا وارد ان النظام ده جديد، ان يبقى فيه مشاكل في السيستم او السيستم يقع او يبقى فيه مشكلة في جهاز التابلت، هيبقى فيه بعض المشاكل طبعا جديدة ومحدش يعرفها، او المشاكل ديت بما ان الموضوع اول مرة يتداول في مصر على الصف الاول الثانوي، فاكيد هيبقى في اسباب مختلفه لعدم اداء الامتحان دوت. هيتم في اللجنه هتحرر محضر عدم تمكن الطالب من اداء الامتحان الالكتروني. هنكمل بيت الخبر وهوريكم باذن الله في نهايه الخبر دوت صوره من المحضر اللي حضرتك هتعمله. يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019 اعتبارا من 19 مايو 19/5 حتى 30 مايو، وهو امتحان أساسي يتطلب الحصول على 50% فأكثر للانتقال للصف الثاني الثانوي، تمام؟ ويتضمن المحضر توضيح اسم الطالب. المحضر هيبقى فيه البيانات المدرجة في اسم الطالب والمادة التي لم يتمكن من أداء امتحانها، مادة مثلا تاريخ عربي انجليزي ايا كان المادة المقررة عليك، والرقم القومي ومسلسل جهاز التابلت الخاص به، بالاضافة الى سبب عدم التمكن من اداء الامتحان، تمام كده. ويوقع على المحضر كل من ملاحظي لجنة الامتحان، في 2 ملاحظين هيمضوا على المحضر دوت، ومراقب الدور ومسؤول التطوير الالكتروني او التكنولوجي بالمدرسة، ويجرى تجميع أسماء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني مدون به أرقامهم القومية ومسلسل التابلت وسبب عدم التمكن من أداء الامتحان، ويوقع على الكشف العام كل من المراقبين والمراقب الأول ومسؤول تطوير التكنولوجي ثم يعتمده رئيس الامتحان. وكان الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أكد أنه لن يضار أي طالب بالصف الأول الثانوي في حالة عدم تمكنه من أداء الامتحان، بشرط أن يكون جهاز التابلت الخاص به سليم، وأن يكون بدأ الامتحان بالفعل ثم حدث عطل يمنعه من استكمال الامتحان. النقطة دي مهمة. قال لك مفيش طالب هيتضر من أداء الامتحان، بس بشرط. إيه هو الشرط؟ قال لك ان يكون الجهاز التابلت بتاعه سليم، ويكون بالفعل الطالب بدأ الامتحان. بعد كده ظهرت المشكلة، وضحت النقطة ديت. واوضح انه في تلك الحالة يحرر الملاحظون محضر عدم التمكن من اداء الامتحان للتعامل مع الحالة وفق ما يحدده القانون. ادي صورة من محضر عدم التمكين. زي ما انتم شايفين كده مديرية التربية والتعليم طبعا الملاحظين والكلام ده كله بيحرروا الخانات الفارغة وبيكتبوها، ادارة مثلا كذا التعليمية، مدرسة، اسم المدرسة اللي انت فيها، العام الدراسي 2018-2019 اللي هو السنة دي. زي ما انتم شايفين كده محضر عدم تمكين طالب من اداء الامتحان، انه في يوم اللي هو يوم الامتحان موافق التاريخ طبعا لم يتمكن الطالب، اسمك هيكتبوه،
اداء الامتحان الالكتروني في ماده، هيكتبوا طبعا الماده والرقم القومي بتاع سيادتك، لازم طبعا تبقى واخد البطاقه بتاع معاك، والمسلسل بتاع التابلت من ورا بيبقى عليه مسلسل، هيكتبوا الرقم بتاع مسلسل التابلت. وسبب عدم التمكين من الامتحان، سبب ان انت معرفتش تأدي الامتحان دوت ايه، هيكتبوه ان هوت. بعد كده كاتبين نقر نحن الموقعين ادناه بان هذا الطالب لم يتمكن من اداء الامتحان الالكتروني في هذه المادة، هذا للعلم واتخاذ اللازم. بعد كده هيمضوا على الكلام دوت اللي هم المسؤولين، وادي برضك هنا دوت بعد كده الورقة اللي هتجمع فيها اسماء الطلاب، يعني ده المحضر اللي حضرتك هتمضي عليه او اللي انت هيكتبوه. انا انصحك ان انت طبعا تتاكد من بياناتك المدونه في المحضر دوت، عشان لو حصل خطا ولا حاجه تبدا تنبه الملاحظ اللي بيحرره. وديت محضر عدم تمكين الطلاب من اداء الامتحان، ده المحضر اللي بيبقى فيه طبعا حضرتك في لجنه مثلا الف او واحد، وغيرك في لجنه 10 و8 و9 والكلام ده كله، هنا في فرد، هنا في فردين، هنا في ثلاثه، هنا في اربعه، بيجمعوا عدد الطلاب دول بيكتبوا اساميهم في النموذج دوت اهو زي ما انت شايف كده اهوت. لم يتمكن الطلاب الآتي أسماؤهم بعد من فين لم يتمكن الطلاب الآتي أسماؤهم بعد من أداء الامتحان الإلكتروني، والسبب موضح اللي هو طبعا في كل نموذج لوحده. قرين كل منهم اسم الطالب، الرقم القومي، مسلسل التابلت، سبب عدم التمكين. وزي ما انتم شايفين ادي نسخة من النموذج بتاع عدم التمكين، عدم تمكين الطالب من أداء الامتحان. يا ريت كل الطلبة يتنبهوا للنقطة ديت، كله يشحن التاب بتاعه قبل ما يروح الامتحان، يبقى حريص طبعا ان البيانات اللي احنا لسه قايلينها ديت المدونة. الموضوع لسه جديد بس الموضوع سهل ان شاء الله. ربنا رب ينجح كل طالب والطالبات في جميع جمهورية مصر العربية. كان معكم اخوكم الفارس حسام، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونوش باللايك والشير.